Jazakillah Khair, Sister Arhama. I, Nabil Samdani of 6th B, take a great pleasure in welcoming you and accompanying you further into the event. I must say that my friends really work hard and they are conveying the message of peace so beautifully and effectively. We just pray that our hard work pays off and the message really reaches out to you, moves you and affects you. Ameen. In today's era, everyone is fully aware about the importance of time. But Quran Al Furqan has warned us about this 1400 years ago through its Surah Asr, Surah number 103. Now, I would like to call Sister Halima Afsha of class 7th A to present an Arabic speech on the topic of Al-Waqtu Huwal Hayatu Fala Taqtuluhu, means the time is alive, don't kill it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Halima Afsha. أنا أدرس في الصف السابع في مدرسة تقوى إسلاميك سكول. الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم وأرسل إلينا رسوله النبي المكرم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أساتذتي وإخوتي وأخواتي، أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة مهمة حول الموضوع الوقت هو الحياة فلا تقتلوه. إخواني وأخواتي الكرام، لقد أرشدنا الله في كتابه الكريم على لسان نبيه العظيم إلى أهمية الوقت والتوقيت في حياتنا وأعمالنا، فرسم لنا الأحكام الشرعية وحدد لنا أوقاتها ومواعيد أدائها، وحذرنا من التساهل والتجاوز بها عن توقيتها، وفي ذلك منه سبحانه تعليم وتربية لنا على تنظيم الأعمال والقيام بها في مواقيتها المحددة. فقال عز وجل في سورة النساء رقم السورة 4 ورقم الآية 103: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. زملائي العظام، الوقت هو الشيء الذي يشبع روح الإنسان إلى حد، لأنه يمنح الإنسان الروح في حياته مرة واحدة فقط، وهي لا تعود أبدا إذا فازت. وحسبكم أن تعلموا أن الله تبارك وتعالى قد أقسم بالزمن في مختلف أتواره في كتابه الكريم في آيات جمة إشعارا منه بقيمة الزمن وتنبيها إلى أهميته، فأقسم جل شأنه بالليل والنهار والفجر والصبح والشفق والضحى والعصر. فمن ذلك قوله تعالى في سورة الليل رقم السورة 92 ورقم الآية من 1 إلى 2: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وقوله تعالى في سورة الفجر رقم السورة 89 ورقم الآية من 1 إلى 2: والفجر وليال عشر. وقوله تعالى في سورة التكوير رقم السورة 81 ورقم الآية من 17 إلى 18: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وقوله تعالى في سورة الانشقاق رقم السورة 84 ورقم الآية من 16 إلى 17: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. وقوله تعالى في سورة العصر رقم السورة 103 ورقم الآية من واحدة إلى اثنتان والعصر إن الإنسان لفي خسر أما السنة المطهرة النيرة فالبيان فيها أصرح وأوضح وأظهر من الشمس أيضا فقد جاء فيما رواه البخاري في صحيحه والترمذي في جامعه وابن ماجة في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أيها الحاضرون الأجلة الزمن نعمة جلة ومنحة كبرى ولكن أقول بأسف شديد إن قيمته عند الفلاسفة غير قيمة عند التجار وغيرها عند الصناع وغيرها عند الزراع وغيرها عند العسكريين وغيرها عند السياسيين وغيرها عند الشباب وغيرها عند الشيوخ وغيرها عند طلبة العلم وأهله. أيها الحاضرون الكرام، فات نيلسون أشهر رجل من الدنيا الذي كان يقول ما سر النجاح في الحياة إلا كنت أستعد لكل عمل قبل 15 دقيقة من الوقت. أيها المستمعون الكرام، انتهز الوقت كل الانتهاز لأنه كالسيف فإن لم تقطعوه يقطعكم، ولذلك يقول الله تعالى في سورة النجم رقم السورة 53 ورقم الآية من 39 إلى 41 وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فإذا تفوتنا هذه الفرصة الذهبية لا ينفع شيء سوى الحسرة والندامة. أكتفي بهذه الكلمات، وفقني الله وإياكم، جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله khair, Sister Halima. It is not enough for us to simply recite the Quran, but also to understand it. If we understand Quran, then only we will be able to understand Allah's message and get His marfa. It is our duty to understand Quran in whichever language we can. And Alhamdulillah, Taqwa Islamic School is making an effort to make understanding of Quran very common. And Alhamdulillah, our school has introduced Arabic as a subject which enables the student to understand Arabic language very easily.